الذي يناسب احمد زكي؟ ما اعرفش، هو كان يطلق عليا كده حاجات ان انا سلك متعري على طول، ما يعني اي حاجه متعصب على طول. يعني عملت مشاكل بقى مع ناس كتير وانت بتشتغل؟ ما انا من عصبيتك دي. انا عصبي جدا. انا في واحد مره بقول انت عصبي، قلت له عصبي، فمين وزعقت له قلت له عصبي، ازاي تقول ان انا عصبي؟ فهو اتخض. انت بتقول ازاي اقول ان انا عصبي؟ ازاي تقول ان... بقول له انت ازاي تقول عليا عصبي يعني؟ فبيقول لي انا اسف جدا، انا بقول انك انت عصبي، انا سمعت يعني. قلت له انت كده بتشتمني. امال انت ايه بقى؟ انا عصبي جدا 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 جدا. في مشاكل كتير قوي. فقال لي ليه؟ فهو اتخض الاول، قلت له انا عصبي جدا لان لسه عندي شويه دم. شويه احساس. شويه احساس، لسه عندي شويه من الاحمر. الدم اللي بيطلع. لاني انا عصبي، العصبي اللي هو عصبي بس عنده اهتزاز عصبي او عنده مرض عصبي، ده مريض عضوي، ده يروح يتعالج. انما انا عصبي جدا. نتيجة احساسك المتضخم. لا، واحد بيكذب وبيقلب الصدق الكذب وبيلوي الحقيقه لكذب، او واحد بيلوي الحق يخليه باطل بعبقريه، فبتلاقي نفسك في توه، فتلاقي هناك بتصرخ. فواحد بيعمل غلط وسائل هبل على الشيطانة يعني، وهو كده، فتلاقي انت نفسك هنا بتصرخ يعني. لو انت ما صرختش مش بني ادم يعني. فانت عصبي يعني، عصبيتك بتطلع على هيئة انفعالات، فالانفعال ده الناس بتتخيله ان هو عصبية، فيبقى اذا انت انسان. لا، ما انا مش عارف، ما انا ما اقدرش بقى، مش ما عنديش الدبلوماسية اللي هي ازاي اتعامل وازاي. وانت عارف ان السلام عليكم. سلام عليكم. ازيك؟ ازيك؟ انما السلام عليكم، انا قصدك ايه واخبارك ايه هو قصده ايه وبتاع ده، جاء مجهود مرعب. انا فاكر في يوم من الايام حد كتب عنك خبر، فخدت الطبنجه ورحت اتخانقت في المجله وزعلت منهم جدا لانهم كتبوا عنك خبر وحش. انت بتقرا الجرايد بشكل صعب جدا، يعني يبقى مكتوب عنك 15 مقاله رائعه مطلعينك السما، وحد يكتب ثلاث تستر وحشين فتتجنن. ده صح ولا غلط؟ هي حصلت الحادثه دي. الحادثه حصلت. بس بشكل عام دي علاقتك مع الصحافه؟ لا. طب قول بقى ازاي. انا في يوم من الايام عملت فيلم كان في الله يرحمه سامي السلموني، كان يكتب عليا في البريء جمل كده كبيره قوي يعني، اكتر من حقي بكتير، يقول لك عبقري. فيلم تاني يقول لك ده لو كان بره كان عمل، كان ممثل عالمي. كان كنت اقول له ده كتير عليا، ده كتير يعني، يقول لي انا ما بجاملش. لغايه لما جه عمل فيلم انا لما شفته. انت اللي عملت الفيلم؟ انا عملت فيلم. انا لما شفت الفيلم مش هنقول الفيلم. انا لما شفت الفيلم لقيت، لان انا مش مطرب. المطرب بيبقى واقف قدام الميكروفون عامل بروفات وفرقه المزيكا وراه، فهو جمهوره. انما الممثل بيبقى في مجموعه ممثلين، في مخرج، في فساعات يعملوا حاجات في السيناريو من غير ما تشعر، وتلاقي شخصيات غير يعني. المهم بيبقى عنصر من ضمن عناصر، فالفيلم واحدة كاملة من مجموعة شخوص وناس. المهم الفيلم ما طلعش زمن، فقلت ايه ده ايه ده، لقيته مش هو اللي انا قريته على الورق. مش عملت تصرف فظيع وخطيت مراتك وقتها. فقلت ايه ده، وكسرت التلفزيون كمان، ضربت الكوبايه في التلفزيون. خفت حتى قبل ما اشوف الفيلم، لاني شفت فيه سلوك وتصرفات كده وشخصيات. فلقيت سامي السلموني اللي طول عمره بيكتب عليا كلام كويس مسكني بهدلني في الفيلم. ايه انت بتعمل ايه؟ وايه الفيلم ده؟ وايه وشتم وعمل وسوى. فرحت رافع سماعه التليفون، قلت له النهارده بس ابتديت اصدق الكلام الحلو اللي كتبه قبل كده، اللي انت كنت بتكتبه عني. لانه لو كان كتب كلام كويس على الفيلم ده كنت اتخضيت منه. لان الفيلم يعني ايه، لان انا مش في ناس ممكن تبقى اللي شايفاه طول الوقت كويس. انا جوايا واحد شايف كويس، وشايف حتى لو باخد جايزه برضه بيطلع عيب هنا وبتاع. فانا قلت له شوف النهارده بس صدقت كلامك الحلو اللي كنت، لانك كتبت الصح ان الفيلم ده مش. انما لما ابص الاقي واحد صحفي مأولني كلام على لساني. يعني يقول لي ايه رايك في فلان؟ لكن كاتب كلام رايك في ممثلين زملاء وفنانين كبار. ففنان لي قيمته كبيره جدا. اعتقد كان اقول اسمه؟ عادل امام. كان عادل امام وكان محمود عبد العزيز. لا وكانت لا وناديه الجندي. عادل وناديه الجندي. فقلت ماذا؟ فكاتب رايك عادل امام؟ ايوه. فردي انا ماذا؟ ماذا؟ استنكار، وكان عادل امام ده شيء نكره. ماذا؟ ماذا؟ فالسطر اللي بعديه ايه رايك في ناديه الجندي؟
ده الكلام ده من 10 15 سنه، انت جايب الكلام ده منين؟ فقلت له، فبيقول من هي نادية الجندي؟ فانا ده مش اسلوبي ولا ده كلامي، واي فنان له جمهوره وليه ابداعاته وليه مجهوده وليه، حتى لما بلاقي فنان عمل فيلم نص ونص او اي، انا بلتمس له اعذار لان انا ابن المهنه وعارف قد ايه ممكن يكون عامل مجهود، بس فاجي انا ارد ردود دي. فانا لقيت نفسي رايح الجريده، يعني لو هو بقى مش عاجبه فيلم ليا او اي رايه فيا، ولا كنت اتكلم، اكتب ما اللي اطلبه اللي يقوله. رحت رايح وضارب الجريده برجليا، وانا وبقيت فتحت صوتي قد كده وزعانة عاي، وقلت بقى بقيت بقى راجل تاني بقى. يا ولاد يا ولاد يا ولاد، وضحت. عاوز الصحف، انا عاوز اعرف هل انا قلت الكلام ده، هل كان في تسجيل يسمعه لي؟ لو كان بالتليفون يقول لي حصل ازاي، لو يعني كان بالورق يقول لي، انا عاوز اعرف ايه الحوار ده جابه منين. يهديك يرضيك مش عارف ازاي كذا كذا، يتصلوا بالصحفي ما جاش مش جاي، طب اهدى شويه جابوا لي، وانا صوتي بيصرخ وبتاع احمد زكي المعتاد. فانا بصيت لقيت رئيس التحرير راح هو كتب لي خمس ست، قلت له انا ما يهمنيش، ما يهمنيش، انا يهمني انك تتصل بالاستاذ عادل امام دلوقتي، وتتصل بالسيده ناديه الجندي دلوقتي. فاتصل بالزميل الاستاذ عادل امام وقال له على فكره في صحفي كتب كذا كذا كذا. فلما اتصلوا بالراجل الصحفي قال انا عاوز اعمل فرقعه، يعني كان هو كمان بيجي في الصحيفه بيجيب بيعمل مواضيع يسخ يعني سخنه، يعني عشان يعمل جو عشان تبقى مثيره، عشان الناس عشان الناس اللي تبقى قاعده بتترمي المجلات دي عند الكوافيرات وهنا وهنا وهنا، ولا شفت كاتب ايه، شفت كاتب ايه، فيوقعونا ببعض. فقال له على فكره، فالصحفي قال ما قالش بس انا حبيت اسخن الموضوع، حبيت اسخن الموضوع على 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 يعني يعني على حسك انت، يعني يعني انك انت تخليني اغلط في زمايلي وبتاع. فكلمه قال له انا عارف ان احمد ما قالش كده، طبعا عادل عاقل طبعا. وبعد راح مكلمني وراح مسكت التليفون ورد عليه، قال لي ما اهدى وما فيش حاجه. قلت له انا بس عاوزك تعرف كزميل ان انا ده، قال لي انا عارف ان ده مش اسلوبك. قلت له كلم السفير. انت عارف طبعا عادل امام من اكتر من 10 سنين 15 سنه كان عامل معايا حوار انا شخصيا، وسالته عن الممثل اللي بيتابعه باهتمام جدا، فقال لي احمد زكي على طول. يعني احنا زملاء كلنا مع بعض، ولاد مهنه واحده، فده مش سلوكنا مع بعض. فهم ليه عاوزين يخشوا في وسطينا ويأولونا على بعض كلام؟ فبرضه اتصل بالفنانه ناديه الجندي وقالت وقالت انا ميرسي لاتصالكم لاني قريت وحزنت وانا عارفه انه ما قلت. فانا هنا ارتحت شويه. ابتدوا يكتبوا بعد كده منشتات، يعني ان ده مش مستحيل، اللي ما حصلش ما حصلش، خمس ست اعداد. وبعدين بعد مده لان اتقفلت المجله دي. اتقابلت مع ناديه الجندي في البطنيه، واتقابلته في اكتر من فيلم. لا لا، هو فيلم واحد، فيلم واحد. بعد شويه ما بقيتوش تتقابلوا بقى، يعني ما كانش ينفع ان مجموعه النجوم يتقابلوا مع بعض في فيلم، زي مثلا ما اتعمل العار مثلا، كان فيه محمود عبد العزيز وحسين فهمي ونور الشريف. ما كانش نافع انكم تقابلوا، ده نتيجه ظروف انتاجيه ولا نتيجه ايه؟ لا لا لا، هو الروايه لما بتيجي هم بيكتبوها وبعدين بيدوروا علينا. يعني مش احنا اللي بنقول احنا عايزين، يعني الدور بينده على صاحبه. يعني انا ما انا عملت فيلم مثلا، كنت رفضت فيلم من كان بتجيني افلام بتدور كلها حوالين شخصيه مع منتج، فعرض عليها ثلاث افلام يعني كل الموضوع حوالين شخصيه. فذهل ان انا بعمل فيلم البدايه بتاع الاستاذ صالح ابو سيف، شخص من ضمن مجموعه شخوص، مثقف وسط مجموعه شخوص، كلنا ادوارنا قد بعض لان عجبني الموضوع، عجبني الفكره اللي هو فيلم البدايه. طبعا. فانا دوري كان قد دور الاستاذ جميل، قد دور سعد، ومع ان الافلام اللي كانت عندي نفس المنتج استغرب ازاي انا عملتها من الاول للاخر. زي لما عملت احلام هند وكاميليا، كان الفيلم هند وكاميليا، يعني هو كان بيحرك الاحداث صحيح، بس الفيلم كان بطلته الشخصيتين نجلاء وعيد رياض، اللي هم الهند وكاميليا. لما عملت التخشيبه، التخشيبه كانت بطلتها امراه، نبيله عبيد، امراه هي القصه بتدور حواليها، هو اللي بيحاول يشوف لها، انما هي معاها دراء يعني العقدة الدرامية كلها معاها الست دي. فالعملية واشتغلت، واشتغل الأستاذ محمود عبد العزيز برضو اشتغل معايا في اشتغلنا مع بعض في فيلم البريء، يعني حجم دوره ما كانش يعني، انما حس ان الفيلم. فاحنا من حين لآخر لما بنلاقي فيلم
موجود كويس احنا بنشتغل مع بعض، انما السمعه بقى اللي بتتقال ان دول ما يتقابلوش ما بيتعملوش. قال كلام كتير جدا في الفتره دي الحقيقه، كان كلام سخيف. المنتجين هي اللي بتشيعه والحاجات اللي بتشيعه، ولما يبقى عنده